من موهبه مصريه عظيمه، موهبه مصريه عظيمه برضو الشناوي. خليني اقول لحضراتكم بعض ارقام الشناوي الحقيقه. طبعا حارس مرمى النادي الاهلي هو رقم 16، وطبعا الطول 191، الشناوي 31 سنه، وكل ما يتقدم في العمر كل ما هيدي اكتر. وطبعا عدد المباريات اللي لعبها في الدوري 30، دخل مرمى بس 8 اهداف، مباريات بدون اهداف كان كلين شيت 24 مباراه، والتصديات الفائقه 23، التصويب والتصدي يعني 69 تصويبه، صد منهم 61، التمريرات الصحيحه 592، ونسبه طبعا التمريرات الصحيحه 82%، صناعه الاهداف 1، وطبعا تمريرات بينيه صحيحه 2 من 2، وقطع التمريرات 39. كل يوم هيكون معانا ارقام للاعب من لاعبي النادي الاهلي طبعا، واحصائيات، ولكن في قراءه اكثر للقراءه فنيه للارقام دي طبعا مع نجم التحليل كابتن عادل عبد الرحمن، مع الاعلامي المتميز احمد سمير بعد الفاصل.